عملية نقل المياه من سد كدية أسردون بالبويرة إلى أربع ولايات البويرة المدية المسيلة وتيزي وزو تجلب من السد إلى محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بمنطقة الجباحية على مسافة 17 كيلومترا. المشروع يتكون من ثلاثة أشطر هي عبارة عن قنوات مياه تنقل من السد إلى هذه المحطة بدورها تحولها إلى المناطق المعنية بالتزود بالمياه الصالحة للشرب. وضع الشطر الأول من المشروع حيز التشغيل والذي يخص التحويل إلى بعض بلدية البويرة وتيزي وزو كان له أثر إيجابي على سكان هذه المناطق. تروح بالك بعد 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر بجي بهذيك القطرة تاع الماء. وذوك ولا كاين دوك عندنا الماء الحمد لله. يتم الضخ في اتجاه الاخضريه والقادريه، عندنا اتجاه ضخ اتجاه ولايه تيزي وزو، كاين نزود مناطق الحضاريه ذراع الميزان بوغني وضيه. محطة المعالجة بالجباحية تستعمل تقنيات حديثة وتعتمد على طاقات شبانية جزائرية في التسيير، ديناميكية يعول عليها كثيرا في تموين ما يقارب 4 ملايين نسمة ستستفيد من تحويل المياه. التحويلات الكبرى بإمكانها المساهمة في الرفع من معدلات تزويد السكان بالمياه الشرب بانتظام، والرهان على الشطر الثاني والثالث من المشروع. الشطر الثاني ينطلق من سد كدية أسردون المتواجد في ولاية البويرة نحو ولاية مسيلة، والشطر الثالث ينطلق من كدية أسردون نحو ولاية المدية. نسبة الاكتفاء بهذا المورد الحيوي بالبويرة وصل إلى 95% في انتظار استكمال بقية مراحل المشروع. مياه سد كدية أسردون ستوجه أيضا لسقي الأراضي الفلاحية.